أعلنت حركة حماس أن وفداً برئاسة خليل الحية القيادي في الحركة سيتوجه إلى القاهرة غداً الأحد 7 أبريل. أوضحت الحركة أن تلك الزيارة تأتي تلبية لدعوة من مصر والتي تطلع بالدور وسطة في إطار جهود استئناف محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وفي بيان لها أكدت حركة حماس رفضها التنازل عن مطالبها لإبرام هدنة مع إسرائيل في قطاع غزة، مشيرة إلى أن مطالبها تتمثل بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من غزة وعودة النازحين إلى أماكن سكنهم وإغاثتهم وإيوائهم، فضلا عن الاتفاق بشأن صفقة تبادل أسرى جدّة.